السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للفرض الثاني في الدورة الثانية، فرض المرحلة الرابعة لمادة اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ بتمعن النص ثم أجيب عن الأسئلة أسفله. إذا أسئلة القراءة والفهم. في ربوع حديقة جدي تتصالح الفصول وتمارس حريتها من غير تصنع أو تزييف، فالشتاء غاضب وقاس وأمطاره تاج للطهارة والنقاء، ولا تفتر همة الرياح والعواصف فيه حتى يقبل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيال. أما الخريف الهادئ فلم يبقى له سوى القيام بدور الحكم بين الصيف والشتاء، لكنه ينذر المصطافين بضرورة إعداد العدة للهرب من غضب الشتاء القادم. تبقى حديقة جدي دائما في بالي، ففي ربوعها نشأت وما ارتوى عطشي بعد من جمالها وسحرها الذي يحرك أوتار فؤادي ويهمس في أذني بأسرار الجمال. إذا السؤال الأول، أربط بسهم بين الكلمة ومعناها. تمارس يتحدث بصوت خافت، تزاول يحذر. إذا تمارس تزاول. ينذر يحذر. يهمس يتحدث بصوت خافت. ألون العنوان المناسب لهذا النص، حديقة جدي حزن الطبيعة رحلة مع الجد. إذا العنوان المناسب لهذا النص هو حديقة جدي. حديقة جدي السارد يتحدث في هذا النص عن حديقة جده. ما هو جمع حديقة؟ ما هو جمع حديقة؟ إذا جمع حديقة حدائق. حدائق. ما هو مفرد أوتار؟ وتر. وتر. بماذا يتصف فصل الشتاء حسب النص؟ إذا حسب النص يتصف فصل الشتاء بأنه غاضب وقاس وأمطاره تاج للطهارة والنقاء. إذا غاضب وقاس وأمطاره تاج للطهارة والنقاء. ما الجملة التي تبين جمال فصل الربيع؟ إذا الجملة التي تبين جمال فصل الربيع، إذا يلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيال. إذا يقبل فصل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيال. إذا يقبل فصل الربيع ليلهو بريشته المبدعة فيلون لوحته الفنية بسحر يفوق الخيال. ما هو الفصل المفضل لديك ولماذا؟ إذا الفصل المفضل، كل متعلم متعلمة سيتحدث عن الفصل المفضل لدي. إذا أنا الفصل المفضل لدي هو فصل الربيع. هو فصل
الربيعي. لماذا؟ لأن فيه يصبح الجو معتدلا والأزهار متفتحة وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وخلاله أذهب إلى النزهة رفقة عائلتي. إذا الفصل المفضل لدي هو فصل الربيع، لأن فيه يصبح الجو معتدلا والأزهار متفتحة وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وخلاله أذهب إلى النزهة رفقة عائلتي. أنسج على غرار. إذا عندما تسافر إلى الجبل في فصل الشتاء سوف ترى الثلوج كثيفة. إذا عندما يحل فصل الربيع، عندما يحل فصل الربيع سوف نقوم بنزهة إلى الغابة. عندما يحل فصل الربيع سوف نقوم بنزهة إلى الغابة. ما أجمل البادية وما أروع طبيعة الخلابة. إذا ما أسرع الأرنبة مثلا، وما أبطأ السلحفاة. ما أسرع الأرنبة وما أبطأ السلحفاة. أشطب الكلمة الداخلة في كل مجموعة. إذا خريف، شتاء، أمطار، ربيع، صيف. إذا لدينا أربع كلمات تدل على الفصول، أربعة وكلمة واحدة داخلة. إذا الخريف فصل من فصول السنة، الشتاء أيضا فصل من فصول السنة، الربيع فصل من فصول السنة، الصيف أيضا فصل من فصول السنة. الكلمة الدخيلة هي الأمطار. عين ساقية، جبل، جدول، نهر. إذا أربع كلمات تدل على شبكة مفردات الماء، ولكن جبل هي الكلمة الدخيلة. جبل هي الكلمة الدخيلة. أنجز كما في المثال: سمع، أسمع، استمع، خرج، أخرج، استخرج، عمل، أعمل، استعمل، استعمل، استخرج، استعمل، حضر، أحضر، استحضر. إذا خرج، أخرج أو أخرج عفوا، أخرج، أسمع، سمع، أسمع، استمع، خرج، أخرج، استخرج، عمل، أعمل، استعمل، حضر، أحضر، استحضر. حول حسب المطلوب. إذا أنت الفعل أسافر، نعم فعل في المضارع في زمن المضارع. أنت تسافر، نحن نسافر. دائما كنتبه الزمن اللي مصرف فيه الفعل هو يسافر. الفعل جرى، أن أنت هنا جريت، أنت جريت، نحن جرينا، هو جرى. ابتعدت، أنت ابتعدت. إذا أنت ابتعدت، إذا نفس الضمير. نحن ابتعدنا، هو ابتعد. إذا أنت تسافر، نحن نسافر، هو يسافر. جريت، أنت جريت، نحن جرينا، هو جرى. ابتعدت.
أنت ابتعدت. نحن ابتعدنا، هو ابتعد. إذا ننتقل لمكون الإملاء. أحول الاسم المنقوص في الجمل الآتية تالية إلى اسم منقوص منون. يدافع المحامي أمام القاضي. إذا الاسم المنقوص نحوله إلى اسم ممدود. يدافع محام أمام، لا تنسوا الشكل، قاض. يدافع محام أمام قاض. يجري الماء في السواق. يجري الماء، يجري الماء في سواق. التقيت بالراعي في الحقل. التقيت براع في حقل. التقيت براع في حقل. إذا يدافع محام أمام قاض. يجري الماء في السواق. يجري الماء في سواق. التقيت بالراعي في الحقل. التقيت براع في حقل. السؤال رقم زوج، أضع داخل كل مربع ما يناسب من علامة الترقيم. فاصلة، نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، ونقطتي القول. إذا قال مراد، قال مراد، إذا نقطتين. اشتريت لعبة جديدة. إذا نقطة. ما أروع هذه السيارة. علامة تعجب. لماذا لا تلعب معنا؟ علامة استفهام. الماء ضروري للحياة ولا وجود بدونه. إذا عندنا فاصلة ولا وجود بدونه. إذا نقطة. أكمل باسم إشارة، باسم إشارة مناسب. وطني. إذا وطني المفرد. هذا وطني للمفرد المذكر. مدرسة للمفرد المؤنث. هذه مدرسة. تلاميذ للجمع، اسم الإشارة للجمع. هؤلاء، هؤلاء. دائما كنتبه لكتابة أسماء الإشارة. هناك ألف تكتب، تحذف رسما وتثبت نطقا. وكاين أسماء الإشارة اللي فيهم كتبت رسم، كيتبت رسم الألف. إذا لاعبان، هذان لاعبان، هذان لاعبان. بنتان للمثنى المؤنث. هاتان، لاحظوا معايا، هاتان. تثبت ألف اسم الإشارة نطقا ورسما. إذا هذا وطني، هذه مدرسة، هؤلاء تلاميذ، هذان لاعبان، هاتان بنتان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.